الناس بتعرف تقول لبعض مبروك ولا هارد لك. هي في الحقيقه هارد لك. الزمالك دايما بيسموه مدرسه الفن والهندسه. القاعده ان الاهلي يكسب. لو هتدي لقب ملوك الصلاه تديها لمين؟ النادي الاهلي طبعا. احنا ملوك الصالات يا جماعه، انتوا بتتكلموا فين؟ ده هو بيتكلم في ارقام، مين كسب مين في اخر بيحسب جولات. عشرة من عشرة، عشرة من عشرة طبعا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. فقره النقد الرياضي الاكثر مشاهده، كل الناس بتسالني بقى لها اسبوع في الشارع، هو النهارده معاك عمرو علاء؟ هو النهارده معاك عمرو علاء؟ النهارده بقى معايا عمرو علاء ورمضان كريم. استاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، وسعيد جدا طبعا اني معاك، ورمضان كريم على الشعب المصري العظيم كله يا رب، وعلى كل جماهير كره القدم المصريه. ان شاء الله يكون يوم جميل ويوم ان شاء الله نستمتع كلنا. وكنا والله يعني الفتره الاخيره كنا زعلانين على منتخب مصر والخروج بتاع منتخب مصر، لكن يمكن فوز الزمالك المتتالي في الهاندبول وفي الكره الطايره والانتصارات الكتيره دي يمكن اعادت لنا برضو البسمه بعض الشيء، لكن ما تعوضش عن منتخب مصر. ما تاخدش اجازه في رمضان؟ استاذ علاء مساء الخير. كابتن سيف ربنا يخليك، وحشتني والله، وحشتني الفقره جدا، والله بجد افتقدتكم يعني الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه قوي. وزي ما قال عمرو كنا نتمنى احنا والله يعني الواحد كان دايما كل تخيله ان احنا نيجي ونكون مصر صعدت كاس عالم، هنعمل ايه ونتكلم ازاي ونحضر ازاي؟ قدر الله ما شاء فعل. وزي ما قال يعني الحمد لله النادي الاهلي قام بدوره كالعاده، ان هو البسمه رسم البسمه الوحيده على شفاه الكره المصريه. ده دور النادي الاهلي وقدر النادي الاهلي، فالحمد لله النادي الاهلي امبارح الفرق اللي بتخرج من دوري ابطال افريقيا هو جه راجل النادي الاهلي اكد على تاهله يعني، وبيحفظ حفظ ماء وجه الكره المصريه الحمد لله. ويعني انت كل واحد بيضحك بطريقته، يعني كل واحد بيتبسط بطريقته. ما علينا، احنا بنتكلم على الكوره، ما علينا. اللعبه الشعبيه الاولى الزمالك يعني. في الصالات مبروك بطوله اليد. طبعا الزمالك كسب بطولة كرة اليد الدوري وفاز على النادي الأهلي منافسه التقليدي في النهائي، فوز عريض جدا. كمان الزمالك كام سكور؟ كام فرق؟ 7، مش فاكر. 29-22 يعني فرق 7. شفت انا حافظه ازاي؟ 29-22. الفكرة في ان انت فزت على الأهلي بفوز كبير في مباراة نهائية، طبعا ده بيؤكد ان يد الزمالك ماشيه في طريقها السليم يعني. كمان النادي يعني الاهلي خرج ولا يعني لا مش مفاجاه، ده الطبيعي بتاع الزمالك، ده الفوز الرابع على التوالي بالدوري 4 سنين ورا بعض. كمان انت الاهلي خرج من بطوله كاس مصر، فالزمالك مكمل في بطوله كاس مصر، وصل للدور قبل النهائي، ان شاء الله يكسب البطوله باذن الله، فباقيين مباراتين يكسب بطوله كاس مصر، فيبقى جمع كل بطولات الموسم المحلي في كره اليد. كمان مش كده وبس، يمكن الاستاذ علاء لولو كلمنا كتير جدا على ان النادي الاهلي لا يقهر في الكره الطايره، وانه لو فاز 3-1 على الزمالك بنعتبره خساره. 3-2 لو فاز 3-1 بنعتبره، لو الزمالك خد شوط واحد من الاهلي بنعتبره خساره. وان كده الموضوع انتهى. فوجئنا ان الزمالك يكسب الاهلي بعد 3 مباريات متتاليه، يكسب البطوله، يكسب ما كسبش لسه بطوله الدوري، عنده مباراه اخيره مع الاتحاد، بس اقصى النادي الاهلي من دور قبل نهائي لبطوله الدوري في الكره الطايره، ومكمل ان شاء الله باذن الله نهنئه ونفوز باذن الله ببطوله الدوري. رايك؟ انت في لعبه نسيتها خالص اسمها السله، تسمع عنها؟ لعبه جميله. اللي هي عندنا مدرب عالمي. ايوه، ايه اللي حصل فيها؟ انا اللي شايفه. ايه اللي حصل فيها؟ انا والله صعبان عليا جدا. ثواني، هو الباسكت ايه النتائج؟ صعبان عليا جدا. النادي الاهلي اكد تفوقه على الزمالك، الاهلي خد الباسكت كاس مصر، الزمالك بطل الدوري، الزمالك بطل افريقيا، الزمالك لعب بطوله العالم للانديه. ثواني في كره السله. لا بص يا عمرو، كابتن سيف، انا جاي محضر بجد يعني، فانا بفكره كره السله. النادي الاهلي كسب الزمالك وكسب الاتحاد السكندري، كسب الزمالك 77-67 احفظ.
وكسب الاتحاد السكندري في النهائي، والاهلي لقى التفوق على الزمالك. الاهلي كسب الزمالك السنه دي. انا بعمل احصائيه من اول 2020 من يعني 2022 لحد دلوقتي، الاهلي كسبان الزمالك مرتين في كره السله، الزمالك كسبان للاهلي كره اليد مرتين، الزمالك كسبان الاهلي كره اليد مرتين، لعبوا اربع مرات كره طايره 2-2، اتعادلوا 2-2، بس مع الفرق ان الاهلي المرتين اللي كسب فيهم الزمالك في كره طايره كسبها 3-0، الزمالك في المرتين اللي كسب فيها الاهلي كسب 3-2 بصعوبه يعني شديده جدا. ومين اللي خد الدوري في الاخر؟ لسه الدوري يعني الافضليه في الصالات للزمالك السنه دي؟ لا لحد دلوقتي هم خدوا يد واحنا خدنا سله. في دلوقتي الطايره ممكن ياخدوها، هم ممكن ياخدوها لان الاتحاد السكندري، لكن في حاجات تانية، في دوري مرتبط، الاهلي كسبان كل الماتشات دوري مرتبط. انا مش عارف هو عمرو بيعترف بالكره النسائيه عندهم ولا ما بيعترفوش يعني، انت مش عارف هم انا مش عارف. اتفضل خليك معايا. لا انا مش عارف الزمالك بيعترف بالسيدات بفرق السيدات دي ولا لا يعني. الزمالك يخلص بعد هم كل لا يخلص. انا مش عارف. لا انا بس والنبي يخلص. انا مش عارف الزمالك هل هم بيصاروا من فرق السيدات عندهم ولا لا، لان هو الاهلي بيكسب الزمالك، فريق الاهلي سيدات كسب الزمالك في كل الالعاب، في كل الالعاب طايره ويد وسله، في كله رايح جاي زي ابو عوده في كل الالعاب. فانا مش عارف طبعا عمرو. طب دي نتيجه بهذه المناسبه بس. الزمالك رقم كام في كره اليد سيدات؟ ايه طلع الترتيب الكام؟ انا مالي انا مالي وانا الزمالك الثاني والاهلي الثالث، يبقى ازاي هو ده انت كسبتوا؟ يا عم بقول لك الزمالك انا بقول لك دلوقتي في ماتشات الاهلي والزمالك سبورتنج الاول، الزمالك الثاني، يا سيدي ثواني، الاهلي الثالث، وكره الطايره وكره السله، فاللي هاند بول. انا بقول لك الاهلي كسبان الزمالك في كل الالعاب يعني. انت من وجهه نظرك، احنا عايزين بس معلومه كل واحد ياخد وقته. اتفضل. انت وجهه نظرك ان الافضليه الصلاه لمين دلوقتي؟ الاهلي طبعا. الاهلي طبعا. استاذ عمرو الافضليه الصلاه انا صعبان عليا والله. انت ما بتعرفش بالسيدات يا ابني خالص. الطايره احنا كاسبينها وهنكسب. كاسبينها ازاي؟ كاسبين الاهلي. عمرو انت عايز تحسبها مباريات ولا مواجهات؟ انت كاسب الاهلي وهتلعب على البطوله، احنا بنلعب على البطوله، انت بتلعب على البطوله، انت بره البطوله. مجمع بره البطوله. في حاجه اسمها تجميعة القاب. يعني النادي الاهلي لما تحسب له مثلا لو مثلا رجال يد وسله بصراحه انت بتقعد بص انا عايز اتعاطف معاك. هو مش عايز، هو اعمل له ايه طيب؟ واحد مش عارف يحترم السيدات اعمل له ايه طيب؟ كل على عايز ليه للحسبه مختلفه. لا والله العظيم الاليه واحده والله. طيب نرجع شويه ما يخص كره القدم. طيب كره القدم رايك ايه فيما يخص تجديد اللاعبين؟ خلاص امبارح كان معايا احمد مرتضى منصور وقال قفلنا الباب قولا واحدا. هو طبعا يعني كره القدم في نادي الزمالك هتدار في الفتره اللي جايه بشكل مختلف. بنظريه مختلفه عن الماضي. يمكن في الماضي كان كرة القدم اللعيبة في نادي الزمالك بتاخد أرقام وفي النهاية مفيش بطولات. صح. يعني فلازم تربط البطولات بـ 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 بالأرقام اللي بياخدوها. يعني كنا بنتكلم أنا وعلاء من فترة في الموضوع ده، وبيقولك سقف لعيبة الأهلي أعلى واحد بياخد، كان بيقول كده علاء في حلقة قبل كده 12، إن الشناوي بياخد 18 ده أعلى واحد. كان بيقول كده. ف الشناوي اللي هو اعلى واحد. ما سمعتش ان هو بياخد 12. 12 هو اعلى سقف 18 هو قال 18. لا لو قلت اعلى سقف في النادي الاهلي وليس سليمان. انا استغربت. انا سمعت 12 هو اعلى سقف في النادي الاهلي هو وليس سليمان 18. طيب هتلاقي في لاعب مقابل ليه في نادي الزمالك بياخد 25 واللي ب 18 بيجيب بطوله وال 25 ما يجيبش بطوله، فده ما ينفعش. صح. دلوقتي المسائل لازم تتربط ببعض. تتربط ببعض بمعنى ان انت عقدك هتاخده بعد ما تجيب بطولة كامل، يعني العقد عشان يبقى كامل مربوط بالبطولات، بعدد البطولات اللي هتخوضها السنة دي، فبالتالي هو ده اللي يعني هتاخد عقدك كامل يا لا. ثانيا ان لابد ان العقود تنزل، يعني انا بصراحة اللي شايفه يا كابتن سيف العقود في مصر مبالغ فيها. صح. بتكلم بأمانة بقى، اتحاد الكورة وده دور اتحاد الكورة. لا لا ده دور مسؤول الأندية. طب بس اكمل لحضرتك. اتحاد الكوره لازم يعمل سقف مش هيقدر مش ما يقدرش مش هيقدر كل نادي هو سقف نفسه. بص يا كابتن سيف بعد اذن حضرتك، في كره اليد الدكتور حسن مصطفى لما جه مسك كره اليد وعمل نهضه كره اليد. صح. عمل قرارات. لا عمل قرارات جدا. عمل قرارات اللي هي تفيد المنتخبات ازاي. وحصل. يعني لو في لاعب باك رايت ما يروحش عنده اثنين باك ما يروحش النادي او ده ياخده، يعني عمل نظام. هي قرارات مالهاش علاقه بالاتحادات الدوليه بس في النهايه صبت في مصلحه كره اليد المصريه. تمام.
ده اتحاد الكوره احنا مطلوب منه في التوقيت ده مطلوب منه ده. احنا في مرحله لابد ان تصحح نفسك. المرحله الحاليه احنا كنا قاب قوسين او ادنى من التاهل لنهايه كاس العالم وخرجنا بفعل فاعل ايا كان يعني هنتكلم دلوقتي فاحنا خرجنا احنا محتاجين مرحله تصحيح. مرحله التصحيح يا كابتن سيف ماشي. انا من وجهه نظري محتاجه انك تعمل سقف للعقود يعني محتاج قرارات جريئه طيب. تفتح باب الاحتراف للعيبه الصغيره حاجات زي كده كتير كره القدم المصريه عشان تنطلق. طيب استاذ علاء رايك امبارح في اداء النادي الاهلي؟ طبعا كان في الاهلي خاض مباراه في ظل ظروف احباط احباط عام طبعا الكره المصريه فيها بتعيش حاله احباط كان طبيعي جدا الاداء يكون يتاثر بحاله الاحباط دي. النادي الاهلي خد مباراه اللي هو اللي عايزه مباراه النادي الاهلي كان بيلعب على احتمالين بس طبعا كان خايف جدا من احتمال التعادل ده فلعب على احتمال الفوز وكان طول ليه افضليه طول المباراه فكسب وكان طبيعي جدا انه يكسبه. فريق الهلال كنت اتوقع الهلال يقدم افضل من كده يعني كنت اتوقع نادي الهلال لان هو كان عنده فرصه خيار واحد بس اللي هو الفوز فكنت اتوقع ان هو يقدم كره هجوميه فده يساعد النادي الاهلي لكن كان فضل متحفظ لحد الاهلي ما كسب ويعني اعتقد فوز مرضي الى حد كبير جدا يعني ما كانش مطلوب الاهلي الاقرب للحصول على البطوله السنه دي؟ والله ده تحدده القرعه يعني لو ان شاء الله لو القرعه بكره ان شاء الله باذن الله لو النادي الاهلي خدمته الظروف طبعا للاسف النادي الاهلي هيلاعب الثلاثه المرشحين معاه للقب الوداد الرجاء الترجي النادي الاهلي لو محظوظ بجد يروح يلاعب الترجي في هذا التوقيت من غير جمهور لكن انا بقول لحضرتك كابتن سيف فعلا دلوقتي هيبقى صعب جدا 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 اي فريق وخاصه الاهلي يلعب مباراه العوده بره اللعب دلوقتي في المغرب اصبح امر صعب جدا انا قلت لحضرتك الزمالك لولا جمهور الوداد ما كانش الزمالك هيخرج من البطوله دي كان الزمالك ممكن يعمل زي ما الاهلي والزمالك عملوا قبل كده في الوداد والرجاء انا شايف الامور صعبه جدا جدا وانا شايف ان كابتن سيف حكايه ال 5000 متفرج دي في كل مباراه لينا ده فيه ظلم كبير جدا للانديه المصريه الانديه المصريه ممكن ما تكملش بسبب الحضور الجماهيري. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا مع الاستاذ عمرو الدردي والاستاذ علاء عزت بعد الفاصل. نرجع بقى مع عمرو علاء ونتكلم على المنتخب الوطني. شفت المباراه الاولى هنا ازاي؟ المباراه الاولى كانت مباراه هي المباراتين كانوا صعبين هي 180 دقيقه على ماتش على شوطين شوط 90 دقيقه في مصر شوط 90 دقيقه في داكار فبالتالي التخطيط للمباراتين حته واحده لازم يعني الاثنين يتعملوا بنفس الشكل. طب خدني الاول واحده واحده طيب. خدني الاول في المباراه الاولى المباراه الاولى الطبيعي في الشوطين دول يا كابتن سيف ان انا العب المباراه الاولى بهاجم والمباراه الثانيه بدافع ده الوضع الطبيعي الطبيعي جدا ان انا اهاجم في المباراه الاولى وادافع في المباراه الثانيه اللي حصل ان انا في المباراه الاولى ربنا اكرمني وجبت هدف في اول 5 دقائق فده كرم من عند ربنا لكن المفروض كنت اهاجم وادوس واكمل وادوس بنفس الكيفيه بحيث اجيب الهدف الثاني غطي الهدف فاصعب مهمه السنغال تماما في داكار تماما لو احنا جبنا الهدف الثاني وهاجمنا كنت هصعب المهمه تماما لكن بكل اسف كروش يعني احترم المنافس زياده عن اللزوم انا وجهه نظري يعني ده هنا في مصر احنا بنتكلم على مصر دلوقتي تمام احترم المنافس زياده عن اللزوم يعني لما اجي مباراه القاهره العب الثلاثه هو لعب 4-3-3 الثلاثه اللي في نص الملعب العب الثلاثه فلات مدافعين يعني لعبت وسط مدافع الثلاثه في مصر طب ما ادفع بزيزو ادفع بامام عاشور ادفع باي حد يعني يبقى عندي شكل هجومي ما كانش عندي شكل هجومي الحقيقه يعني فدافعت في مصر فتتوقع ايه بقى في السنغال هتدافع طبعا برضو طب دافعت روح رايح ادافع في السنغال المفروض ادافع بشكل اقوى من كده يعني ازاي ادافع في السنغال وفي اول 5 دقائق ادخل فيها هدف فبرضو في يعني ثغرة ما تسببت في الهدف الاولاني صحيح قفلت بعدها لكن انا شايف بشكل عام كانت المباراة او اللعبة تنتهي من مباراة القاهرة لو انا هاجمت ولما بنزل زيزو وبنزل مرموش ولا تريزيجيه بيبقى في شكل هجومي انا عايز اقول ان مستر كروش
عمل شخصية، نجح في ان يبني شخصية المنتخب الدفاعية وظهرت شخصية منتخب مصر الحقيقة، عشان برضو ما بقصوش حقه في شخصية لمنتخب مصر لكن شخصية دفاعية، لكن الشخصية الهجومية والبناء الهجمة وان يكون في هجمة، يعني بناء هجمة صحيح حتى الان مش موجود، في خسور. استاذ عم استاذ علاء، طبعا انا شايف السيناريو كان سيناريو معكوس، السنغال ليها افضليه في القاهره ومصر ليها افضليه في دكار، وده كان حاجه مش متوقعه يعني. يعني كل الناس اعترفت ان السنغال كانت ليها افضليه مطلقه هنا في مباراه الذهاب وخسرت، ومنتخب مصر كان ليه افضليه افضل من الاداء هنا، لكن السيناريو بصفه عامه كله كان متوقع، لان احنا للاسف عندنا مدير فني انا متحافظ عليه من البدايه، راجل حتى اللحظه الاخيره بتعامل مع منتخب مصر وحقل تجارب، شفناه لحد اخر لحظه بيعمل تغييرات في 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 هيكل الهيكل يعني العمود الفقري للفريق، نشوف يجيب عمر جابر في اخر لحظه مش موجود، نشوف رامي ربيعه يجيبه من الضل للنار، ده واضح تماما ان الراجل لسه بيتعامل معانا ان احنا حقل تجارب، وده انا متحافظ عليه من البدايه، انا ما شفتش مدير فني بيفضل لحد اخر لحظه بيفضل يلعب في العمود الفقري للمنتخب، يفضل يغير في عناصر غيرنا في عناصر، شفنا كل المنتخبات تقريبا ثابته جدا. كابتن سيف بس ده تغيير اضطراري، الدفاع اللي بيتكلم عنه هو ملوش دعوه، هو ملوش اي فضل في دفاع منتخب مصر، ان هو خد الدفاع ده موجود من ايام، ده الفضل صاحب الفضل في الدفاع ده هو كابتن شوقي غريب مع المنتخب الاولمبي، هو اللي قدم لنا اكرم توفيق والونش واحمد حجازي واحمد فتوح بالغياب، كل ده اتغير. لا ما اتغيرش خالص، هو اتغير بعد منعم ماشي، لكن هو لما جه المنتخب هنا ليه حجازي كان موجود معاه ولعب معاه كاس العرب، وكان معاه في كاس الامم، واكرم توفيق كان معاه في كاس العرب وكان معاه في كاس الامم، اقصد ان هو لما جه ليه الدفاع بتاعنا في افضل حالته موجود، هو اللي حصلت له الظروف، هو ما عملش اي حاجه، هو كل اللي عمله بس ان حد بيصاب بيدخل حد مكانه، حتى لما اصيب اكرم توفيق والناس كلها توسمت خير في عمر كمال عبد الواحد، فوجئنا ان عمر كمال عبد الواحد مش موجود، راجل يعني الراجل بيلوم ضربات الحظ في مؤتمر الصحفي، وهو مدان بالفضل، هو مدان بالفضل الكبير لضربات الحظ، هو له ضربات الحظ كان يخرج من دور 16 في كاس الامم الافريقيه. تعالى اقرش، تعالى احنا كنا ممكن نتكلم معاك، تعالى انت عملت ايه في المباراه الاقصائيه، انت زيرو في المباراه الاقصائيه، احنا لعبنا مع كروش 8 مباريات اقصائيه، في 6 مباريات صفر، ما جبناش هدف واحد في 6 مباريات، يعني انت متحامل قوي، مش متحامل، انا عندي ارقام. احنا لعبنا كابتن سيف مباراه اقصائيه، تونس في كاس العرب خسرنا 1-0، قطر في كاس العرب ضربات ترجيح، بعد كده لعبنا مع كوت ديفوار ومع المغرب ومع الكاميرون ومع السنغال، وبعد كده ماتشين السنغال، لعب 8 مباريات اقصائيه، 8 مباريات اقصائيه دي انت حضرتك فزت مباراتين السنغال هنا في القاهره وفزت على المغرب، قلب مباراتين من 6، يعني الناتج بتاعك قل 30%، اهدافك جبت 3 اهداف في 8 مباريات، عندك 6 مباريات ما جبتش فيهم ولا هدف، ده عقم هجومي. احنا بنتكلم على ان ازاي مدير فني يلعب هذا الكم من مباريات وما يسجلش ولا هدف، يعني ايه 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 منتخب مصر يلعب اكتر من 700 دقيقه في 3 بطولات وما يجيبش ولا هدف، ده فشل. يعني احنا عاملين نتكلم شروط الراجل، شروطه ايه الراجل، ايه اللي عمله منتخب مصر؟ يا كابتن سيف، يعني احنا من سنه 2016 واحنا بنتكلم على ان منتخب مصر ما عندهاش راس حربه، ايه اللي عملناه عشان نجيب راس حربه، نعمل راس حربه لمنتخب مصر؟ ما عندناش حاجه. بلجيكا لما المدير الفني منتخب بلجيكا جه تولى اداره القياده الفنيه منتخب بلجيكا، راح لما لقى ان عنده مشكله في الهجوم راح جاب تير هنري جابه، ده مدرب للمهاجمين بس، كانت النتيجه ان بلجيكا بقت مصنفه الاولى على العالم واحده من افضل، يعني انت شايف العالم. ان احنا هنا كانوا هم السنغال الافضل بكتير، وكروش يتحمل المسؤوليه الاولى والاخيره، لما كروش لم يضيف اي شيء ايجابي لمنتخب مصر من 16. طيب مباراه السنغال شايف ان احنا كنا ان هم كانوا الافضل، ان احنا كنا الافضل هناك عادي، كنا افضل من هنا، يعني كنا افضل من هنا، لكن مش افضل منهم هناك. لا طبعا شايف ازاي احداث مباراه السنغال هناك؟ بس انا متحفظ على بعض الحاجات اللي قالها علاء فيها، يعني كروش عمل شخصيه دفاعيه لمنتخب مصر، شخصيه قويه ومحترمه، ما نقعدش نبخسه حقه، محصلش. محمد عبد المنعم اكتشاف كروش، عمر عبد كمال عبد الواحد اكتشاف كروش، عمر جابر حتى لما جابوا اعادوا اكتشاف كروش، يعني اعادوا من جديد، فبالتالي لا عمل شخصيه دفاعيه والنتيجه قويه. والنتيجه ايه؟ انت دفاعيه، النتيجه انك انت كان عندك منتخب ممكن يتغلب من طوب الارض، بقى عندك منتخب قوي. اذنكم بس عايز اتكلم في موضوع السنغال هناك بس بعد الفاصل.
نرجع سريعا بقى وما حدث في السنغال، رأيك فيه؟ مباراة السنغال كانت مباراة طبعا بالنسبة لنا المفروض احنا رايحين وعندنا تفوق، كسبانين جون فعندنا تفوق، فبالتالي المفروض اروح اقفل دفاعي كويس جدا ما تحصلش اي هفوة دفاعية، لكن طبعا احنا الحظ برضو ما خدمناش. احنا بتكلم على الاحداث غير المباراة بقى. طبعا انا بس هكمل حتة الظروف ما خدمتناش، لما الاثنين قلب الدفاع عندي الاثنين الاساسيين يصابوا الحظ ما خدمنيش. فانا رايح باثنين قلب دفاع مش هم الاساسيين اللي انا بلعب. طب والهجوم بتاعك ايه برضه، حصل له حاجه برضه؟ انا بتكلم على الدفاع. تمام. فبالتالي انا رحت حصلت هفوه غلطه دفاعيه دخل جون فينا، فهو هو الفكره انك انت هفوه دفاعيه دخل فيك جون، فاصبح عبء عليك انك انت لازم تحرز هدف. كان صعب جدا في الاجواء اللي شفناها، اجواء سيئه جدا، الاجواء اللي شفناها في السنغال ما شفناهاش قبل كده فترات طويله. يعني احنا المنتخب مصر منذ وصوله من المطار وهي لافتات سيئه وشتيمه لمحمد صلاح اللي هو افضل لاعب مصري او اللاعب الاساسي كقائد منتخب مصر، شتيمه تعرض لها منذ اللحظه الاولى منذ وصول منتخب مصر لمطار دكار. ده كان منظر يعني سوري في التعبير، ده ارهابي، شغل ارهابي اللي حصل. اللي شفناه في ملعب المباراه ده يعني انا ما شفتوش قبل كده، يعني شيء صعب جدا. ليزر، القاء زجاجات، القاء طوب على الملعب، والحكم بكل اسف يعني الحكم ما كانش قد المباراه. الحكم بكل يعني منظر محمد صلاح واللي حصل مع محمد صلاح وضرب اللعيبه ده والاعتداء على اللعيبه ده طبعا شيء غير مقبول ابدا. يعني انا مش متصور ان فريق يعمل ده ويوصل في نهايه كاس العالم، والفريق المسالم اللي احنا استقبلناهم افضل استقبال في القاهره ما يوصلش نهايه كاس العالم. يعني انا مندهش من ده. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان اللي حصل بعد المباراه ده وعدم حمايه اللعيبه المصريين ده ليه ثمنه. انا ما اعرفش الاتحاد الدولي ليه يصمت عن حاجه زي كده، لابد ان يكون في وقفه من الاتحاد الدولي. وانا وجهه نظري يعني لو انا اللي صاحب القرار انا اعيد المباراه في اجواء سليمه. استاذ علاء، طبعا الاجواء طبعا يعني انا اندهشت جدا ان شعب السنغالي شعب مسالم جدا، الناس كلها هناك مسالمه بالروح الافريقيه. احنا بنتكلم عن الجمهور يعني حتى الجماهير هناك مسالمه حتى فرقه تخسر عادي، شويه شغب بيكون شغب بسيط جدا اللي هو المعتاد. لكن بالامر ده لا، يعني واضح ان كان في تحفظ غير عادي، وواضح تماما ان في شحن إن من اليوسيسيين. انا بحمل مسؤوليه اليوسيسيين. اليوسيسيين فعلا واضح ان هو تماما نجح بدرجه امتياز ان هو مش يشحن جماهيره بس، ده يحفزهم تحفيز عدائي ضد منتخب مصر. فعلا الجمهور هناك من اول ما رحنا او من كل الرسائل اللي كنت بشوفها كنت شايف ان الموضوع هيبقى فيه ازمات في ارض الملعب، وده اللي حصل. الاعداد الكبيره دي موجوده في ارض الملعب بتاكد ان هم كانوا عاملين اجواء احتفاليه او عايزين يحتفلوا داخل الملعب. لكن انا بحمل المسؤوليه الاولى والاخيره لاليو سوسيه. اللي انا بستغربه ان بص الحرس قد ايه. طبعا بيأمن مندي. يعني حارس المرمى بتاعهم. هو انت هنا الشناوي في استاد القاهره، مندي يتأمن. بالظبط، هم بيأمنوا بعضيهم. انت محمد صلاح خارج مع الناس بتوعه وسابوه في الامن الخاص، والراجل الحارس بتاعهم ولا حاجه، 20 واحد بيأمنوه. طب انت بتأمنه ليه في استادك؟ هو عنده مشكله ايه مع الجمهور يعني؟ الزجاجات اللي هتترمي والضرب يعني لا لا لا، ده يعني بصراحه ما فيش روح رياضيه اصلا، وده طريقه يعني سيئه جدا، وكان استهبال. لكن انا باكد طبعا انا باكد ان كل ده اللي حصل ده خارج عن النص، وكل ده امر صعب جدا وامر غير مقبول، وامر فعلا يعني لو في مكان تاني غير افريقيا كان هتحصل ازمه كبيره جدا. لكن للاسف الشديد انا بقول كل ده وفرصنا في عاده المباراه اعتقد صعبه جدا جدا. طيب ده حديثنا عن المباراه، نرجع بعد الفاصل وقالوا قلنا ومن 1 لـ10 بعد الفاصل. نرجع بقى تاني وفقرة قالوا قلنا ونشوف رأي أستاذ عمرو الزعلة إيه. نبتدي مع كلوب في البداية، ناخد أول حاجة مع كلوب. أستاذ علاء، لم أكن أريد ما حدث بين صلاح وماني خلال أحداث مباراة مصر والسنغال،
يورجن كلوب. اه بالفعل يمكن ده كان المشهد الاهم في مباراه الامس ليفربول، وكان الراجل واضح ان هو يمكن رسالته كانت قويه جدا ان هو يغير الاثنين مع بعض عشان عايز يوصل الاثنين يسلموا على بعض. هل ممكن ترجع العلاقه طبيعيه؟ يعني اصل دي رياضه في الاخر كره قدم، ممكن ينسوا شويه. لكن النهارده انا النهارده عجبني قوي تقرير عالمي النهارده عاملاه وكاله انباء فرنسيه النهارده، وكاله انباء الفرنسيه النهارده عامله مقارنه غير عاديه بين محمد صلاح وبين ماني. اتمنى من وسائل الاعلام المصريه تنشر التقرير ده بشكل كبير جدا، لان هي عامله كل المقارنات في الاخر تقول لك ان محمد صلاح شيء، يعني ارقام محمد صلاح شيء لصديق اكبر بكثير واكبر بكثير. وان لو ليفربول عملوا استفتاء جماهيري بين ماني وبين بين ماني وبين محمد صلاح، استفتاء مين يقعد ومين ياخد اكتر، جماهير ليفربول بمليون في المية او 99% اختاروا محمد صلاح. والمفاجاه كمان قال لك ان الاثنين عدوا بين تفاوت واحد، العالم كله بيتحدث عن تجديد عقد صلاح ما حدش فاكر ماني. صح استاذ عمرو. طبعا الخاسر الوحيد من المباراه دي كلوب. ليه كلوب خاسر؟ لانه الاثنين عنده، الاثنين هو محتاجهم لصراع الدوري الشرس اللي عنده. هيقدر يظبط علاقتهم؟ اعتقد دي لعيبه محترفه وفي النهايه دي رياضه ويجب ان يعني اعتقد هيقدر على ده. ماشي، انا شايف ان يعني هتاخد وقت وصعب، ولكن دي وجهات نظر نجومنا. نشوف اللي بعده. موسيماني: اريد حضور جماهيريا في دور الثمانية والاهلي مختلف بعد المجموعات. موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي: بالطبع كابتن سيف، احنا شفنا انا لسه كنت بقول لحضرتك من شويه الامور تبقى صعبه جدا جدا على النادي الاهلي، خاصه ان هو رايح لانديه كبيره جدا، انديه شمال افريقيا وعندها جمهور ضخم جدا. شفنا فريق الوداد البيضاوي بجمهوره كسب الزمالك واطاح بالزمالك من البطوله. نادي الوداد البيضاوي في اخر مباراه ليه كانت يوم 1 رمضان، اول يوم في رمضان، حضوره 80,000 مباراه بيت الاتلتيكو. انا 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 80,000 مشجع اسف 80,000 مشجع. انا فكرت المباراه دي قديمه او حاجه قديمه، فوجئت ان المباراه على الهواء مباشره وال 80,000 ما صدقتش. يعني انت شايف ان هو كلام طبعا مزبوط. انا قلت لحضرتك مش هينفع 5,000 متفرج، بجد والله العظيم مش هينفع لاي منتخب. الكلام ده للاهلي والاهلي وبيراميدز والمصري. رأي انه هجاص وان ده كلام عادي جدا وانه احنا بنلعب بقالنا 6 سنين من غير جمهور وهيلعب ب 5,000 بس اكيد هو في فما يقعدش يعني في احتياج لجمهور، ما يشتغلش شغل اللي هو ايه. ما انت ليه كنت بتقول الجمهور فرق الماتش اللي فات؟ بس اكيد هو في احتياج لجمهور، اكيد اي حد محتاج الجمهور. طب يعني لكن ظروفنا كده. رأي حضرتك في كلام موسيماني؟ رأيي في كلام موسيماني انه يعني كلام مبالغ فيه، يعني كلام مبالغ فيه. طيب ناخد اللي بعده. نطالب بتطبيق تقنية الفيديو في مباراة ربع النهائي لدوري الأبطال. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سريعا يا أستاذ علاء. طبعا ده حق شرع كل الأندية. حق شرع كل الأندية، رأي حضرتك؟ حق شرعي طبعا. تمام. اللي بعده. الزمالك لن يتراجع عن عدم التجديد لنجومه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. أستاذ علاء. يعني إيه لن يتراجع يعني؟ يعني خلاص مش هيجدد لهم. هو قال كده امبارح على الهواء. كويس، شيء ايجابي جدا ان الاداره تمسك بقرارها. استاذ عمرو: اداره محترمه وقويه وراجل محترم. تمام. اللي بعده. انا حارس مصر الاول بارقام البطولات والشناوي يتخذني كمثل اعلى. تصريح مش في توقيته خالص، مش في وقته خالص، مش في وقته خالص، مش في وقته خالص. لا مش في وقته. احنا عايشين حاله احباط، لسه نتكلم على امور فرديه. شايف ان تصريح غير موفق. استاذ عمرو: لا، تصريح الطبيعي بتاع عصام الحضري، وهو فعلا افضل حارس مرمى في تاريخ التوقيت مصر. التوقيت عادي، انا شايف انه عادي التوقيت، ما فيهوش اي مشكله. شايف انه عادي. تمام. اللي بعده. صلاح لم يقصد الاعتزال الدولي، ولدينا امل باعاده لقاء السنغال. جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري: بالتاكيد محمد صلاح كان تصريحاته ما كانش يعني انا مش عارف ليه الناس خدتها اعتزال. انا طبعا لما سمعتها على الهواء مباشره ما عرفتش ان ده اعتزال، لكن الجزء الثالث اعتقد صعب جدا. صعب، مش هتعاد. يعني اتمنى ان الكابتن جمال علام ما يدغدغش مشاعر الجماهير ويدي الناس امل، لانه صعب. تمام. نشوف بقى الصوره وعنوان سريعا، وعنوان سريع، عنوان بس. اول واحده: يا خسرت العشرة. استاذ عمرو: حلو ده. سلام يا صاحبي: حلو ده برضه. اللي بعده: أنا ابن مصر ضد الكسر. أستاذ عمرو: نحن هنا. اللي بعده يا أستاذ علاء: أبطال اليد بجد.
حلو. ملوك الصلاة. يلا يا عم شوف اللي بقى. شفت روح الرياضية؟ دي الجهاز الفني النادي الاهلي مع والده المرحوم محمد ابو وهاب. محمد ابو وهاب الله يرحمه. كل سنه وانت طيبه استاذ عمرو. يوم الوفاء. يوم الوفاء اللي بعده ده عمرو زكي. مع مين مش شايف؟ تدريب الناشئين حسين ياسر. انا عايز يعني والله نفسي عمرو زكي يعني عنوان 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 عاوزين بلدوزر جديد استاذ عمرو. عوده البلدوزر. برافو. انا كنت اقول كده والله. لا عاوزين بلدوزر جديد. احنا مصر محتاجه بجد والله. مصر بجد محتاجه مهاجم. الصوره دي الصوره دي دغدغت مشاعر طبعاً العالم. طبعا طبعا يعني يا جمال بالماضي صوره دي اهم صوره في اصل جمال بالماضي كمان شخصيه حسام حسن كده بقى 20 ثانيه انت حضرتك بتتكلم في ايه يعني يعني وضع العمر يا ولدي. وضع العمر. وضع الحلم يا ولدي. وضع الحلم يا ولدي. يعني يعني بصراحه صوره صعبه قوي. اللي بعده نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع من 1 لـ10. دي فقره من 1 لـ10 واكيد كمان استاذ عمرو في رمضان بيعتزل الصفر. هنشوف قصه ايه. قرر مجلس اداره اتحاد الكره بتاجيل حسم موقف كيروش. 0 من 10. بتفق مع 0 من 10. طب انت 0 ليه؟ 0 من 10 لان انت لو انا محتاج المدرب خلاص هجدد. وانت مش محتاجه خلاص هقفل نفس الامر. نفس الامر انت مع تجديده؟ لو انا محتاج. لا بسالك سؤال بس عايز اعرف سكه صفرك. انا مع تجديده. حضرتك؟ لا. يعني الصفرين مختلفين. استقاله طوال الجمعه مدير المنتخب. 10 من 10. امر طبيعي. 10 من 10. رفض الاهلي لفكره عوده احمد حمدي. لان انا ليه بقول 10 من 10 في وائل جمعه؟ لانه انا مش شايف اي نوع من الاهميه ان يبقى في منصب مدير كوره للمنتخب. مش تمام. طب انت عندي مدير فني على مستوى عالي. انت قلت 10 ليه؟ لانه انت واحد احترم منصبه وبعد المهمه بتاعته عنده مهمه فشل فيها استقال عشان يدي لمجلس اداره الاتحاد الجديد فرصه ان هو يختار بديل. لا انت هنا دي غلط. لا طبعا كابتن استاذ علاء. لا كابتن وائل الجمعه. كابتن وائل الجمعه رحل فارتباط والتزام تاني عنده يعني. معلش يعني هو النهارده خلص نهائي كاس عالم. دي واحده بس. هو النهارده كان عنده التزام مع المنتخب كجهاز فني. طب ينتظر دقيقه واحده بس. ينتظر كجهاز فني يعني تمام. يعني استاذ جمال دلوقتي اتحاد الكره دلوقتي لو جدد لكيروش وائل فين؟ في نفس اليوم. لا ماليش دعوه دلوقتي. وقالوا له ارجع وائل. هيرجع طبعا. لا 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 لا. طب لو كنت هنا كاس عالم كان يعتذر. طب لو كنت هنا كاس عالم كان يعتذر. هو عنده ارتباط. ما انا عارف الارتباط. ما انا عارف. لا انت ما تيجي منتخب مصر لازم تيجي ما عندكش ارتباط وانت ما تكون ضمن جهاز فني. كل يا استاذ علاء كل تقدير وكل احترام للكابتن وائل. انت حضرتك في جهاز فني يبقى القرار جماعي خلاص. صحيح. احنا دلوقتي القرار معلق. الناس لسه بتفكر كجهاز. انت ارتضيت بكده كان لازم ترتضي ان انت تستمر بكده. دي وجهه نظر ولو كل الاحترام طبعا. رفض الاهلي لفكره عوده احمد حمدي كم من 10؟ 10 من 10. 5 من 10. رفض الزمالك لفكرة تقسيط غرام الكهرباء. 10 من 10. 0 من 10. ليه صفر ليه؟ ما ينفعش تقسط. انت اديت صفر وخلاص. هو كده وخلاص. اي حاجة الزمالك كهرباء 0 من 10. المطالبة بتقليص عدد اندية الدوري الموسم المقبل. 10 من 10 ولازم يتعمل. قرار مهم جدا. 0 من 10. 0 من 10. 0 من 10. ازاي الموسم المقبل خلاص لازم يتعمل. انا معاك في القصه دي طبعا. المطالبه بتخفيض عدد المحترفين الموسم المقبل. افندم تخفيض عدد المحترفين الموسم المقبل. 10 من 10. 0 من 10. ده عقود وارتباطات. 10 من 10. عقود وارتباطات يا كابتن سيف. يعني انا في يوم وليله راح اقول للعيبه اللي عندي مع السلامه. لا لا ماشي. او تحط لها اليه. مستوى الاهلي امام الهلال السوداني بدوري الابطال. ما حصلت قبل كده مع كوارشي. ما كوارشي دلوقتي بقت يا عم. حصل ايه بس؟ حصل ايه بس؟ مستوى الاهلي امام الهلال 7 من 10. ما اتفرجش ماتش امبارح. 4 من 10. اخفاق الزمالك في تحقيق اي فوز بدوري المجموعات لدوري الابطال. 0 من 10 طبعا. 0 من 10. فوز الزمالك بدوري يد على حساب الاهلي. 10 من 10. ملوك الصراط يا جماعه. 10 من 10. شرفتنا يا استاذ عمرو. حبيبي يا كابتن. شرفتنا يا استاذ علي. حبيبي يا كابتن. ربنا. خلصنا حلقتنا النهارده. عمرو وعلاء مع سيف كل سنه وانتم طيبين. اول حلقه لينا في رمضان وان شاء الله باذن الله يبقى شهر كريم كده وشهر كلنا بنسعد بيه. بشكركم شكرا جزيلا. اشوفكم على الف خير.